ماجد السرور يقطعها اولا، شوكروف يبداها، ايغور استلمها، التمريره الله على الخروج، اصبحت شرجاويه شرجاويه شرجاويه. كايو يا رب اهدافه ليست كثيره ولذلك يختارها بعنايه، يختار توقيتها قيمتها. اهداف كايو تساوي الكثير تساوي الكثير، تبغي جناح تبغي راس حربة. الرقم 7 كايو يعرف الطريق، انظر إلى الكرة المرتدة، انظر إلى 4 نقلات وبعد ذلك الضربة، انظر إلى الرقم 7، إنهم يريدون طريق 7 يا كايو، طريق 7 يا كايو. الله على كرة أمام فريقه السابق، لا يهم، المهم أن تصل. شيوتاني يفتح له الطريق، الكرة خلفك يا خالد. 1-0 يبدأ. الركلية لمصلحة فريق العين، بيرسل الكرة عرضية متابعة تأتي من بعيد، تصويبة مستحيل مستحيل. الغضب يغلب الخوف، الغضب يغلب الظروف، يغلب كل ما يتعرض له الفريق. يا يحيى هل تريدهم من جديد أن يعودوا مرة أخرى أحيان على أرضية الملعب؟ انظر إلى الضربة، يا لها من تصويبة نادرة يا نادر، نادرة يا نادر. كرة للعين تضرب في القائم، تدخل بالقوة العارضة، كادت أن تكسر القائم هنا، كسر بالفعل، المرمى يتحرك. العين يرفض أن ينتهي الشوط الأول إلا بالعودة. 1-1 يا رباه يا الله، كيف يصرون على قهر كل شيء في هذا اللقاء؟ فريق العين يحاول الآن من جديد أن يقلب الدوري. هذه الكرة، هذه التصويبة، المتابعة يا رباه يا الله، هدف عيناوي ثاني عن طريق الهداف. لا باب يقول أنا موجود، أنا موجود، ورب الكعبة موجود، العين موجود. هدف ثاني يأتي الآن عن طريق لابا كوتشو بعد تصويبة ناكاجيما. العين يقلبها بهدف آخر عن طريق الهدف. شوف الاستلام، شوف التصويب، شوف الكرة اللي تسقط من حارس المرمى درويش، والعين يريد أن يقف، العين لا يريد أن يسقط. الهدف لابا كوتشو يسجل الهدف الثاني بمتابعة لكرة الياباني ناكاجيما بيدرو إيمانويل، واحتفالية أولى وصناعة أولى من ناكاجيما ويلسون إدواردو. العين